يا مساء الخير والفل والياسمين والسعادة على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة. يوم جديد وقعدة جديدة وموضوع جديد فهو وهن. عندنا موضوع حلو قوي 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 النهاردة، لكن خلونا قبل ما ندخل فيه ونقول لكم ايه الموضوع ارحب بهو. اهلا بك يا عمرو. اهلا بك يا مروه. يا نرمين ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. يا مساء الفقر عليكم، مساء السعاده زي ما نرمين قالت، على كل الناس الحلوه اللي بتتفرج علينا، مشاهدي قناه المحور النهارده. وبكل فخر هنتكلم عن الصناعه المصريه. ازيك يا مروه؟ ازيك يا عمرو، عامل ايه؟ طبعا انا بسلم على كل الساده المشاهدين، والنهارده فقره جميله جدا، فقره مصريه 100%، صح يا عمرو؟ مظبوط جدا جدا. ايه رايك في الصناعه المصريه؟ الصناعه المصريه حقيقي مشرفانا كمان، مش بس جوه مصر، بره مصر. انا احكي لكم على موقف. لما كنت في ايطاليا بشتري لبس، ورحت عند ديزاينر حلو جدا بشتري منه حاجات تيشرتس وكده، لقيت عليها قطن مصري، فبسطت جدا جدا ان احنا في مكان حلو بتاع موضة، ولقيت عليه القطن المصري، لقيت كمان البلح بتاعنا التمر. طبعا خطير جدا. في ناس كتير بتفتكر مصريين، بتفتكر ان الصناعة المصرية او المنتجات المصرية بتاعتنا ما بتطلعش لبره، ما يعرفوش الكلام ده الا اللي فعلا عايشين بره. يعني انا برضو في احد الاصدقاء عندي في امريكا كانت بتدور على حاجات كتير جدا، بتقول لي انا لقيت حاجات يعني كان نفسي فيها، في الاخر لقيتها الجينز والقطان والفانيلات والتيشيرتات البيضه اللي كل الناس بتحب تلبسها على اي جينز، بتقول لي لقيتها بتتباع وفي محلات كبيره جدا، لقيتها صناعه مصريه. دي الحاجات اللي بتخلينا فعلا نتفاخر بصناعه بلدنا. طبعا عايزه اقول لكم ان طبعا كل الشكر والتقدير لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو على طول في دعم مستمر للشباب، لان مؤخرا الحقيقه احنا بقى عندنا مجموعه من الشباب عندهم افكار، بس ما كانوش لاقيين زي ما بنقول التربه الخصبه ان هم ينفذوا فيها الافكار. فسياده الرئيس الحقيقه سهل المواضيع، وبقى في مشاريع كتيره جدا ومشروعات كتيره جدا للشباب. نقول لا صح، في مؤتمرات، صح زي ما انت بتقولي، انا هكمل كلامك، مش بقول حاجه جديده، في مؤتمرات كتير جدا معموله للستارت ابس او المشاريع الصغيره، وكمان مؤتمرات بيتناقش فيها حاجات ليها علاقه بالعلوم والتكنولوجيا. فالحقيقه بنشكر سياده الرئيس، بنشكر القائمين على المشاريع. طبعا برنامج هو هنا فعلا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم المستمر. عايزه اقول لكم كمان الدعم ده بس مش بيوصل للاماكن اللي عايشين فيها. عايزه اقول لكم في الساحل الشمالي، في احد القرى المعروفه جدا، خلينا نتكلم يعني في مارينا 5، في معرض كبير جدا اسمه ديارنا. ديارنا ده من احلى المعارض اللي انا دخلتها. ده تابع لوزاره التضامن الاجتماعي، كان بيتعمل بالقاهره كمان. وعايزه اقول لكم ان بس مش مقتصر على حاجات الساحل ولا المايوهات ولا الكاشات مايو، لا دول بقوا يدخلوا افكار جميله جدا جدا، في تطوير دايما في الفكر مستمر. الفوط اللي هي العاديه بقوا يحطوا عليها حاجات بسيطه، يحطوا عليها نقشات كده بالخياط مصريه، يحطوا عليها نقشات الملايات، الفخار، حاجات يعني حاجات بيت كمان. انت عارفه راحه صيفي بس لقيت معرض كبير جدا. طبعا يعني ده طبعا بيدعم كل الشباب ان هم يشوفوا فرص حلوه لمختلف كمان المنتجات، مش مقتصر على منتج ولا اثنين. احنا عندنا الحقيقه والله برضو شباب كويسين جدا وعندهم افكار حلوه، ويمكن مؤخرا يمكن لو قعدنا فتحنا السوشيال ميديا، الانستجرام كمان تحديدا، بنلاقي صفحات كتير. يعني انا بدخل مثلا اشوف لبس، زي ما كنا بنتكلم في حلقه من الحلقات عن الشوبينج، بلاقي بقول لهم هو ده تركي او مستورد، يقولوا لي لا ده صناعه مصري. واعتقد ان احنا هنا لو تفتكروا معانا من خلال برنامجنا، كان معانا في فقره الدريسنج كذا حد من الستايلست، ومعاهم حاجات كلها صناعه مصريه. صح. قطن مصري حلو، الفينش مؤخرا، زمان الصراحه زمان كان الفينش حتى بتاع الفرنتشر ما كانش حلو، لكن دلوقتي انا بصراحه شايفه ان كل تطوير المنتجات المصريه بجد حلوه جدا. والله العظيم احنا ما بنقول كلام ولا بنطبل ولا حاجه، بس بجد يعني انتوا لو دخلتوا اي بيت او اي حاجه هتلاقوا كل حاجه ميد ان ايجيبت. فدي دي دي ده فخر. يعني لما انت قلت مساء الفخر انا كنت فخوره والله العظيم بجد. لا كمان انا بقابل ده كتير جدا على السوشيال ميديا بما اني انفلونسر، ففي ماركات صغيره جديده طلعت بتبعت لي حتى اللي هو انت عندك مشهور، عندك بلاتفورم، فعايزين نعرض حاجتنا عندك. طبعا بعمل ده بمنتهى من غير مقابل تماما ومن غير اي شروط، ومن غير هم بعتوا لي انا ما اعرفش بعتوا لي ايه وبظهره. فبقى في منتجات بتتعمل من البيت تحفه مصريه حقيقه. انا مش مصدق ان هم اللي عاملين. بقول لهم انت عندك كام سنه، انت خريجه ايه، انت بتعملي ده ايه. انا بسالهم دايما عشان اعرف اسوق لهم حاجتهم دي. ففي حاجات كتيره محتاجين نجيبها عندنا كمان في البرنامج، ان هو نوري الناس الحاجات الحلوه اللي الناس بتعملها في البيت، المشاريع الصغيره. والمشاريع الصغيره دي كمان بتلاقي مكانها في المعارض اللي البلد بتعملها، عشان تعرض حاجتها عشان تبيعها للناس، عشان تكبر ما تبقاش مشاريع صغيره. من المشاريع الصغيره هروح
بقى للمشاريع الكبيره، الحاجات الحقيقه اللي عملت نقله في مصر كبيره جدا. عندنا مثلا العالمين، عندنا الجلاله. الجلاله بقى فيها، انا عايزه اقول لكم يعني طريق الجلاله ده ومنطقه الجلاله كلها، الطريق بقى حلو جدا، قصر المسافات بقى فيه جامعه هناك، جامعه الجلاله طبعا. يعني فعلا الطريق اختلف 180 بقى درجه، بقى واسع، بقى فيه خدمات، بقى فيه الحاجات دي كلها، فالموضوع دي بقى بايدي مصريه. يعني كل يعني عايزين برضو نروح لحاجه احنا كل يوم بنشوفها وبنعدي عليها، خدت من طريق الشرق الى الغرب. عايزه اقول لكم المونوريل الجديد اللي هيعني يعني دي لقطه كبيره جدا عندنا، وهتسهل طبعا وهتقتصر على ناس كتير جدا طرق المواصلات والزحمه والكلام ده. يعني من الدائري احنا ثلاثه بنيجي نتجمع، الدائري بقى خطير، ما بقاش بيقف زي زمان، ولسه كمان بيشتغلوا عليه لحد دلوقتي بالظبط. في حبه كده شويه اصلاحات بس انا بالنسبه لي الدائري بجد، انا زي ما عمرو قال انا كنت كده كنت بكسل طبعا. انزل اروح 6 اكتوبر مثلا لو عندي مشوار بعيدا عن الشغل عشان الطريق، لكن بجد دلوقتي الطريق وبقى في كذا طريق بقى الاوسطي مش عارفه ايه ان شاء الله. فزي ما بنقول احنا عندنا والله عندنا شباب زي الفل، عندنا ماتيريال وعندنا حاجات وعندنا منتجات كتير على فكره. بقى زمان كان مثلا الخشب يقول لك لا الخشب، لكن دلوقتي بقى في خشب وصناعه عندنا مصرية. دمياط كل طبعا مشهوره طبعا. جدا من الحلقات اللي كنا بنعملها برده مع بعض كنا بنتكلم على ان الواحد بيحب الشراء قوي. قلت لك انا ما بحبش اشتري اونلاين، ان الواحد لما ينزل، قلت لك بحب انزل الاماكن العاديه اللي فيها بزارات. حاجات البازارات اللي هي اللي في وسط البلد واللي في العتبه والرويعي، الحاجات دي او الاماكن دي يا جماعه فيها كم صناعه وفيها كم تطوير بقى، حاجات فعلا جميله جدا. الحاجات التحف الصغيره اللي بتتحط، النجف اللي بيتعمل، الحاجات دي بقى فيها تكنيك وفيها كمان لمسات فنيه بشكل عالي جدا. وعايزين نقول للناس برده اللي عندهم عقده الخواجه، يعني اللي دايما يقول لك لا انا عايز اشتري حاجه ثانيه، لا انت ادي نفسك فعلا فرصه وانزل وشوف ودور، يعني شوف الابتكارات اللي احنا فعلا وصلنا لها دي بتخلينا ان احنا نتاكد ان صناعتنا بقت بكل فخر زي ما انت قلت يا عمرو.